15 بسم الله الرحمن الرحيم 15 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 15 انت ستشوفوا داك السيد بنياتي شوفها انتم خرجتي السيوه ديالي دير هذا النهار انتم الحوت ها هي هي كيجيكم بعدا ناضي ولا ما ناضيش ايش تقولوا ما ناضيش يا خرجتي السيني كمنيا كيزاك دنيا شوفي مليان صحتك ايوا دنيا تاكلي ما تاكليش السلام عليكم كديري لاباس صافا مزيان كلشي بخير على خير صحيح الجمهور العزيز زوين الفنيون كديري بخير كلشي بخير كلشي هاك كلشي راضي على خير ايوا كاين شي تبحر كاين شي لعيبات كاين شي هنا وهنا وهنا تحية للجمهور ديال الزوين تلعت مشاش وتحية لكم وتحية لنا الزوينين وخوتي اليوم يوم من يوم من يوم من يوم من يوم اليوم مسنا من يوم بلاش اخوتي بلاش دقيقه درت امور دينا من اليوم من اليوم اخوتي كنت غادي نطيب غادي نطيب ستون ستون ما ماشي تقولوا ستون نو شو معصب ولا برزات ولا معصب المهم اليوم كنت نطيب اخوتي ستون ياك تنطيبو في الزيت و في داكشي و الروينة قالت لي دنيا لا الزيت راه ضرك في هاد الليل حيت لانت انا لا ما سمعتش زعما على القضية مباز قالت لي اصبر طيح عشان اخوت عندي المعدة و دابا انا تهيت هداك الزيت ديال الزيت و ديزا كيلو بلا ما نعاود ناكلو تاني و غادي نجرب واحد الطريقة اول مرة غادي نطيب هاد القضية هادي ولي نديرها والله ما عرفت العطريه ولا ما عرفت شنو شي تيدو لي والله ما عرفت الدنيا ما عرفت العطريه لا والو ها خلطتو نزلط الله شفت في 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 اليوتيوب شفتهم تيخلطوا داك الشيء المهم شويه نخربق منهم وانا هنا وهنا غاد ما قلتش حنايا ها هو الحوت ديالنا ها هو الحوت اخوتي ها هو ها هو الحوت والله ما تنعرف مين بلاه والله ما عرفت كاين ديال لي دابا بلاش قد لا تيديرو هنايا يعني. ها نتوما المهم نغسلو الشيوخ انا ديزا غاسلو والله ما عرف منين بدا هدا البلاد والله ما عرف منين بدا ما عرف منين بدا نتوما خوتي اخوتي انا نخلط العطرية نعطيك نكحة شوية لهنا ولكن دابا مشكل كاين العطرية هنايا يعني. نخلط ونزلط نشوفو بلاش الحاجة بالشم غادي نشموها أنا دابا لي مخلطة العطرية مخلطة ندير منها شوية نعطيك ندير ديال الدجاج و ديال البيبي و ماشي هادشي يعني ماعرفتش كيطلع الحوت هدا و ماعرفتش والله ماعرفتش كيطلع الحوت هدا صح دير على الله صح ولا ما كاين تمايو والله كاين صاحبي ما كاين تمايو والله ما كاينش يبقى موجود معاهم انا خلطت اخوتي وصافي تنشوف فكيت على الحوسه نتوما معايا وتشوف ما عرفت كان ندير دابا شنو هو دا والله ما عرفت شنو هو كامون ولا ما عرفت شنو تاع زبانه وصراحه هو زوين الواحد ديالو واعر وقدر العطريه والله العطريه قد ديال الدجاج ولا مع ديال الحم ولا ما عرفت شنو المهم نخلطهم صافي باش نشوف كيف جات شي نخلطهم تما نشوف هذا شنو هو هذا القرفه ما نجيش مع القرفه نخرقو شي شويه ان شاء الله غنطلعو شي تخليطه هي بسم الدنيا دايره لايف هذا دنيا مع مريضة دابا طلعين على المشاهدين نديرو شوية الكمون وخا ما عرفوش واش يجي ولا ما يجي دنيا طالعين على المتتبعين والله مع جا مريضة دابا ما تيشوفوها مريضة تبغو طلعوها عليها نديرو منيحة
مع مريضة هما زعما اللي يقولوا لها زعما كلام زوين ولا هكا بكا يعيروا فيها وين نديرو خوتي هنا ندير لها خوتي العربية ما عرفت كيف عيط ونلون هاد الكواليت كحلة نلون الكواليت كحلة هنا هكا تنشوفو كي غيزيت ونشوف دابا انا زعما بغيت نطيب السطون نقولو لي واش الطريقة زوينة هي هاديك ولا طريقة انا بغا نعرف هاد الحوايج هذا تمشي عندو تنقول لي راه تنقول لي عطيني واحد المشيشات وغادي لينا هادي المشيشات تعطينا داكشي مجهود لي مصارنو مجهود لي مصارنو انا محيد لها راسها لي مدفتة انت قول لي عطاني داك العطريه زوين انت قول لي عطاني الحوت زوين شنو دوا يخربق ليا انت قول لي انت قول لي اخويا تما انا تنقول لك عافاك عطاني مفهومة غادي ندير والله ما عرفت كيفاش يديرو هاد الزبادة والله تلون وتتربق انا تلون وتتربق هنا ونشوف كيف السكيزي والله ما عرفت كيفاش ندير ما عرفنا هو هادشي لا لا نتشوفو كلاسي بعدا نتشوفو كلاسي بعدا هدا شي حاجة عرفتو ستي ديال السميدة ما عرفتنا تعجب لنا شي زعما هدا عرفتو ستي ديال السميدة ولا جبتي ديال هدا وانت تغلب لي الكومونتيرات باش تسحب دير هادي بنتي كويدا واقيلا تيدير هو مثلا كلكوشي غير خلق عليا بهاد الميزون ودي ودي تعدي زي عدوك ها نسي لي داكشي ونتمن ها داكشي ها دابا غادي نديرو دابا نديرو نديرو في الفوارة ضروري غادي ندير شويه الزيت من كنت ما غاديش ندير الزيت واخا ما خصهاش دير ديال الزيت هذا تاع دير في الدين يعني هكا سي دي فواره بدون زيت تسميهم فواره بدون زيت ان شاء الله نكحز معكم باش تشوفوا هادشي مزيان دابا اللي درت هنا هوب تقلبها هاكا بيضة كنا قلت كنا السنة ما خصنيش ندير لي البيوضية أنا تاني لا كلا درت لي البيوضية تيكون في الزيت نسي في بدا تكون على طيب الدب نمسي بعدا نديرو كيما جا شوفو العزب كيفاش تاع الوصال هاد الشي لي بغينا حنا فاش كيفاش هاد العوصار صحيلي بوا فاش غادي وانت الله يجي هو هذا نتوما عارفين لا سالوني قالت لي حتى حتى اللي حطيتها تاكلها واخا ما عرفتش شنو يكون فيه تضحكني نتوما ديرو هكا صافي صافي طيح عليا طيح عليا الكاميرا من الفوق يلا نشوفو ها المشكلة غيبقى ليا الحوت دابا خاصنا نديرو كامل تا غيبقى ليا واقيلا ما غيكفاني ولا غادي نديرو كامل تما عرفت عندي داكشي نديرو صافي نشوف كيفاش غي شي تقلقا اخوتي صاحبي ديما تخدمو بالليلة صاحبي هنا هذا هو المشكل ديالو تخدمو بالليل خاصنا شي تقلقا باش نخدمو بالليل
خايبة خوتي طيب الليل كاني طيب بزاف طيب شوية طيب الليل اخوتي يا يا داري ممشي ممشي غنسكن اليوم ولي الزواد ندير والو نطيب سميتو غادي نديرو في الفواكه شوف كيما نتوما تساعدو معايا كيفاش غيطلع اخوتي هاد السي الله يطلع هاداك السي زوين ان شاء الله والله الله يطلع هاد السي اخوتي زوين شغل الدنيا من اللي تكون مريضة مديرش المريض تما تكون عيانة مخصص ديريها اخوتي الله يمشي معاها فيها لايف بنادم لا هي ما يديرش لايف هانتوما خوتي صافي انا كملت اخوتي هاد السي المهم اخوتي نقاد هاد الامور نتوما شفتو معايا هاد خوتي هو ها نتوما الحوت ديالنا اخوتي صافي دابا غادي نديرو الفون اخوتي ونشوفو كيفاش غيزي اخوتي العزاز المهم خليكم معايا اخوتي خليكم معايا المثال هذا الشيء وانا معكم يلا خليكم معايا بماتكم ما تدخل وانا نرجع معكم اخوتي كيف رجعت معكم دابا اخوتي غنقطع رصيله ملي ما بقى داك السيد دابا طاب الحمد لله طاب كل شيء طاب واحد الشويه ديال الرصيله اخوتي انا عارفين ما بقى على رصيله طاب رصيله بصيله اخوتي غنقطع رصيله المهم اخوتي خليتو شويه يطلق سيلا هذا ماما عزيز
واش درتها قطعتها صافا خوتي دابا خوتي بارك على هذا ما بقاش غير تحيد لي معاه صافا خوتي ابونجي دابا خوتي ها انت هما ها شوفوا الشي كي جا بسم الله لا عرفتش دابا خصنا نزلتها بهاد العينة هاي هانتوما شو كيزا خوتي جو 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 هداك الشي بحال البيتزا هداك بحال البيتزا خوتي خصي ديال البيتزا عندنا سوى الكمون ما خصك تقول لي ميل فور لونغ باش نتفاهم انا وياك ما غنتفاهموش هكا مع عمي هانتوما خوتي ها هانتوما الكمون ضروري غنعطي معايا نسيت اساس هادي سطون دابا الناس تيديرو واحد السويه انا درتو بحال البيتزا انا درتو بحال البيتزا خوتي ولكن ما تيعود هنا الا كان سي ما تيعود هنا ما تيديرش مليحة إوا خوت هادي السيوة ديالي ديال هاد النهار هانتوما نوريها ليكم هانتوما خوتي السيوة ديالي ديال هاد النهار هانتوما الحوت هاهي هاهي كيجيكم بعدا ناضي ولا ما ناضيش تقولو ما ناضيش يا خوتي السيني كيما هي كيزا كدنيا شوفي ايوا دنيا تاكلي ما تاكليش عندي فلوس اخويا ما تاكليش يا دنيا لا ايوا خوتي اللي كاين خوتي ديال الاكله شو هادو بالك يتسناو عندهم طاسعه زوج طيوس عامرين بالحوت حيت انا جبت لهم هما شحال جبت لهم شحال جبت لهم جوج كيلو ديال الحوت وما خديت شي كيلو بحال هكا نديرو ضرورة نوكلو معايا وخوتي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم وتحية للجمهور العزيز وتحية ليكم يلاه خوتي السلام عليكم.